صباح الخير. نعم، صياد الكنوز والشاب علي عباس الغراوي من محافظة البصرة الجنوبية العراق، يبلغ من العمر 19 عاما. علي يعمل كناقل للبضائع داخل إحدى الأسواق البسيطة في محافظة البصرة، لكنه شغوف بشراء واقتناص القطع التراثية والآثارية، إذ يذهب كل يوم جمعة إلى السوق القديمة في البصرة، وهناك يقتني ويقتنص هذه القطع من مصروفه الشخصي. وجمع علي تقريبا 500 قطعة يعني آثارية تعود إلى العصور العباسية والأموية والعثمانية، وقام بتقديمها إلى هيئة الآثار والتراث في محافظة البصرة. عرض على علي الكثير من الأموال يعني لشراء يعني حتى يشتروا من هذه القطع، لكنه رفض. أغلب هذه القطع هي نحاسية وذهبية وفضية، ويعني علي رفض لأنه يجد أن هذه القطع جزء من تراث وتاريخ العراق، وأن مكانها المناسب هو المتحف الإسلامي في البصرة.